لي محسن يوسف هو الدفاع هو المرتدة حمزة حمزة ربع هو الهروب حمزة حول المرور هو الكورة وكيف ما كتشوفوا الحمد لله كانت بطولة ناجحة وكان الحضور بزاف الحمد لله في هذا النهائي هذا وغير هو المشكل عندنا في لي تيران دابا كاين مشكل كما كتشوفوا التيران غير الحمري والحجر ما كاين لا غازو لا والو الدراري تيطيحوا تيجريو تيطيح ولقينا مشاكل بزاف والله الا واحد المره واحد الدريه كان تيلعب طاح جات لومبيلونس داتو جرح كله من رجليه لقينا مشاكل في سميتو في الطريق ما بقاداش الناس تيبغيو يطلعوا كاين الطريق ولكن فيها الحجر بزاف ومحفره وهادشي اللي خلى بزاف ديال الدراري انهم ما يطلعوش يلعبوا هنايا حيت بعيده وحيت الارضيه ما مساعداش داكشي باش انه تيمشيو يلعبوا في ملاعب قرب اللي في بني ملال اللي فيهم الكازو اما عندنا هنايا في تاكزيرت كاين الحمد لله تبارك الله راه كاين واحد الموقع استراتيجي اللي هو تيران كبير عباره عن ملعب مركب رياضي خاصو يدار في تاكزير كاين الموقع ديالو استراتيجي 100% ومزيان ولكن كما كتشوفوا ما كاينش حتى ملاعب قرب ما عندناش هنايا في تاكزير كما كتشوفوا تيران كبيره ما في لا ملعب قرب فيه غازو لا والو هذا مشكل كبير كيخلي الدراري يلعبوا في هذا الحمر هذا وهذا الحجر هذا وتيطيحوا وشحال من واحد تيتبليسا تيمشي لدارهم ديما مبليسي ولا سولتي كاع اللاعبين اللي لعبوا في هذه البطوله هذا ما كاينش شي واحد ما تبليساش في التيران هذه وكنطلبوا من الناس اللي قاده على هذا الشيء على انهم يجيبوا لنا يقدوا لنا ملاعب قرب بالغازوات ديالهم وكما شفتي الارضيه فاش كيلعبوا اللعابه فهي ارضيه اللي نشوفوا انا دابا الا كان غير وقع غير شي حاجه بين جوج ديال اللعابه فكنضطروا نخدموا لومبيلونس بني ملاس لي زورجونس سيرتو هادي كما شفتي فهو بالنسبه لهنايا نتمنوا انه يكون هنا واحد المركب رياضي ديال تاكزيرت اللي شرف المنطقه وبحكم انه كيتواجد في واحد الموقع استراتيجي بالنسبه للمنطقه يعني بالنسبه مثلا على حسب العلو ديالو يعني جا في واحد المنطقه اللي هي عاليه فنتمنوا يكون خير نتمنوا من الجميع يضافر الجهد هاد الدوري هذا درناه في رمضان درناه على شكل ديال البطوله ودازوا كاع قريب الايام ديال رمضان كلهم كل نهار فيه ماتش واخا شويه الظروف ما كتسمحش باش نديرو شي دوري يكون كبير مزيان ولا لا اله الا الله المهم احنا كنجاهد الهدف منه هو شنو نوضو بالفئات الصغرى ونفوضو بالفئات ديال الشباب لان الرياضه راه شي حاجه اللي كتدخل واحد الثقه في النفس بالنسبه للشاب وحتى القيام وبزاف ديال الحوايج حنا كنطالبوا بشي ملعب يكون في المستوى اللي كت ديال المستوى ديال البلاد شي ملعب يكون على الاقل تكون عنده مواصفات ديال الملعب هذا انت كتشوف الارضيه دابا شويه ماشي هي ديك الارضيه راه ريسكي بالنسبه للكلام ديال الدراري اللي كيلعبوا اللي طاح راه غيتجرح هي خصنا ملاعب قرب كازوني باش حتى التلميذ الدري تا هو ملي يلعب براحته يلعب في واحد الجو اللي سليم ما يتجرح ما يتهرس ما يطيح ما حتى شي حاجه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس